كل التحية لك يا أخي محمد. نعم، حياك الله محمد الإبراهيم وليس الإبراهيمي. حياك الله أخي محمد الإبراهيم. طيب أخي محمد، بعد أن شاهدنا مدينة معرة النعمان وهي الآن محررة بشكل كامل، هناك أنباء تتحدث عن قدوم تعزيزات جديدة لعصابة الأسد في محاولة لاقتحام هذه المنطقة. أيضا يأتي هذا بالتزامن مع القصف العنيف والمتجدد لطائرات بشار الأسد لعدة مناطق في إدلب وريفها. لو سمحت أن تفصل لنا أكثر ما جرى اليوم في محافظة إدلب. نعم أخي، لا زال القصف بالطيران المروحي والحربي ومدافع الفوزديكا على خانشيخون والبلدات التي تقع شمال خانشيخون من قبل الجيش النظامي المجرم من أجل توفير ممر آمن للرتل المتجه نحو مدينة معرة النعمان. نعم، ووردنا أيضا نقلا عن كتيبة أحمد عساف بن بنش الذين يشاركون بعملية وادي الضيف بأنه تم تدمير 4 دبابات للجيش الأسدي وتأمين انشقاق حوالي 100 عنصر من كتائب الأسد، وحصار وادي الضيف مستمرا من قبل الثوار على الرغم من تحليق الطيران المكثف نعم وتمشيط المنطقة الذي أدى إلى وقوع إصابات بين الثوار، والمعركة مستمرة حتى الآن ووادي الضيف محاصر. ووصول الرتل العسكري المتوجه إلى معرة النعمان وصل إلى صهيان جنوب بلدة حيش، ومعارك وانفجارات كبيرة وسقوط 4 شهداء من مدينة معرة حرمة في المعارك التي تدور بين الجيش الحر والجيش الأسدي، كما هو أيضا سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الاشتباكات بالقرب من حاجز الحامدية، وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى في قرية العامرية. نعم، وتدور أيضا تم تحرير أيضا عفوا حاجز صهيان وسيراميك قرب بلدة حيش رغم القصف والإجرام الأسدي، إلا أن أبطال الجيش الحر قاتلوا ببسالة حتى حرروا. نعم تفضل أخي محمد، تفضل. نعم حتى حرروا هاتين النقطتين من براثين العدو الأسد الإجرامي. وهناك أيضا قصف صاروخي عنيف من الطيران الحربي وعن عشرات الشهداء، وعن حيش منطقة منكوبة، ومعركة حيش مستمرة أيضا. وهناك طيران الأسد الحربي عملياته الجوية في قصف أهلنا في مدينة معرة النعمان وريفي، وقامت الطائرات الحربية بقصف أهداف مدينة أهداف مدينة في في عفوا في مدينة تلمنس وهدم العديد من المنازل، نعم وأنباء عن وقوع إصابات صفوف المدنيين أيضا، وقصف عنيف بالمدفعية والدبابة لكل من قرى كفر سجنة وموقع وكفر مزدة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي فوق ريف إدلب الجنوبي، وتم تحرير معمل الزيت وإلقاء القبض على عدد من الشبيحة نعم واعتقال الشبيح محمد الياسين أبو بسام في سراقب، وانقطاع التيار الكهربائي، ولليوم 16 على التوالي في قرى ريف أريحة وبعض من قرى جبل الزاوية مثل كورين ونحلية وكفرنج ومعترم وأورم وكفر كفر زوبو ونحلة وباب الله وبرجهاب. طيب شكرا جزيلا لك محمد الإبراهيم، عضو شبكة شام، كنت معنا من إدلب وقد وضعتنا في صورة ما جرى اليوم في محافظة إدلب.